السلام عليكم آه يا جماعة الخير بس بدي أنوه على شغل هي. صارت معي والله يجزيه الخير آه أبو حمزة يعطيه ألف عافية يعني ساعدني فيها كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى آه أنا, س أنا كان في عندي آه طلع عندي خمس خطوط ست خطوط باسمي فأنا كلهم مسكرون طبعا اكتشفت هذا الشي بعدين كلهم مسكرون بعد ما سكرتون أنا استهونت كتير بالأمر ما رحت قدمت شكوى فبعد ما سكرتون بتفاجئ أنه البوليس اجى على البيت وطلبوني إفادة يعني فأنا كنت بالشغل يعني عشت على أعصابي الله وكلكم خمسة وعشرين ساعة بتوتر إيش بده يصير معي وأنا مالي مساوي شي وكذا 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 من هالحكي هاد فتواصلت مع ابو حمزه الله يجزيه الخير قال لي طبعا الزلمه طلع لي على الايد دولته نظامي قال لي مشكلتك مشكله خطوط اخي فاوني دقيت انا لمحامي المحامي بده يعني 200 ليره استشاره فالزلمة الله يجزيه الخير قال لي بتروح بتساوي دليكتها من الصبح عند القاضي وبتخلي مسؤوليتك اخي من هدول الخطوط يعني طبعا هي ورقه القاضي وهي اللهم صل على سيدنا محمد ورقه الكراكول اللي اعطوني اياها اللي اشتكيت يعني ف... رحت من الصبح قال لي ما بتدخل عند الكراكول لوقت ما تساوي إفادة وقال أنا مساوي إفادة وخلي مسؤوليتي من هالخطوط وفعلا ساويت مثل ما نصحني ورحت وساويت إفادة وعطوني ورقة فيها ووقت اللي رحت على الكراكول تفاجأت أنه في تليفون منشول آيفون لوحدة تركية مقدمة شكوى ضدي أنه أنا صاحب الخط يعني آه يعني ام يعني اللهم صل على محمد كان فقد مشكل انه ما يشول تليفونه فهن طبعا دي شوفوا رقم التليفون باسم مين وكذا فاستدعوني يعني فاول ما طلب مني انه هيك ما يشول التليفون كان بيغرموني بالتليفون وفيها حبس والشغلات هاي فانا فورا طلعت فرقه الدلكشا اللي قال عليها ابو حمزه فهون صار الحق معي مو ضدي يعني فيا في جماعة الخير بنصحكم بنصحكم اه مثل ما الزلمة بينصحكم بالفيديوهات انه اه يعني بتشوف خط تليفون دائما رائب الاي اخي دائما رائب الاي لو سكرت التليفونات قدم شك ولا تستهون بالامر يا في عمليات نصب يا في عمليات انتحال اه شخصيه عم من وراء هالشغلات هي وانتبهوا انتبهوا انتبهوا لأجل هالشغلة هي لا تتكاسل عن شغلة قدم رأسا دلجة واخلي مسؤوليتك من الخطوط لأنه فيها شغلة نصب واحتيال مبالغ كبيرة أخوتي فيها يعني مثل ما بنصح الزلمة فعلا فعلا أبو حمزة الله يجزيه الخير فكان له الفضل بعد الله عز وجل أنه ساعدني في هذا الموضوع فقال جزيل الشكر الله يجزيه ألف خير يا رب وسبحان الله انا مشترك في قناته لكن استهون بالامر انه خلاص سكرت الخطوط فلا قد مشكور انتبهوا على هالموضوع هذا أه الله يعطيكم العافيه السلام عليكم